نرحب فيكم جميعا اليوم من مكان مختلف وهو المركز العلمي الفرنسي اللي يحتوي على العلوم والثقافة ويحتوي على الكثير من معالم العلوم والاختراعات العلمية والاكتشافات اللي راح نشوفها. تعالوا معنا ندخل المركز العلمي الفرنسي. نشوف بعض الأعمال الفنية لإعادة تدوير أشياء معينة من السيارات ومن الحديد ومن الأشياء الإضافية الزايدة. شوفوا معاي هذه الأعمال الرائعة. شوف ايدك يبدأ يتحرك وتبدأ سرعة الرياح تأثر على الأشكال. L'ours polaire. Il résiste sans broncher à des températures allant jusqu'à moins 50 degrés. القديمة المصنوعة من الزجاج. Vous verrez pour obtenir et traiter les données.